بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق الذي أسرى به رب العباد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد نجح النبي الكريم نجاحا باهرا في تحويل الحرب النفسية إلى قريش، بعدما نقل إليهم عروة بن مسعود ما رآه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلي لقريش بعدم التعجيل والدخول في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون نتائجها في صالح المسلمين. وقد ظهرت براعة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى في عرضه على مشركي مكة الهدنة والصلح بعدما أظهر لهم جوانب من القوة للمسلمين، فقد رأى رسول الله أنه لا بد من إرسال رسول له إلى قريش يبلغهم نواياه الحسنة بعدم الرغبة في القتال، ومن ثم أداء مناسك العمرة والعودة إلى المدينة في سلام. وقد وقع الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه للقيام بهذه المهمة. ماذا تريد يا عثمان؟ لماذا جئت إلى هنا؟ قال عثمان: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم برسالة يدعوكم فيها إلى الله وإلى الإسلام، أن تدخلوا في دين الله كافة، فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه. وأخذ عثمان يكلمهم فيأتيهم بما لا يريدون سماعه. يا عثمان، لقد سمعنا ما تقوله، ولا كان هذا أبدا، ولا دخلها محمد علينا عنوة. فارجع إلى صاحبك وأخبره ألا يأتي إلينا. مرحبا بك يا عثمان بين أهلك وناسك.
اركب يا رجل فرسك ولتدخل مكة عليها. لا تقصر عن حاجاتك يا عثمان، وإن أردت أن تطوف بالكعبة فلك ذلك. يقول عثمان: لا والله، لا أطوف قبل رسول الله، إن طاف طفت، وإن لم يفعل فلن أفعلها. إذن نذهب إلى أشراف قريش ونتحدث معهم بشأن ما تريد. تحدث عثمان معهم بشأن رسالة رسول الله التي تدعو إلى حقن الدماء ودخول مكة بسلام، لكن قريشا لم يكن لديها إلا رد أجمع عليه المشركون. يا عثمان، لقد سمعنا ما تقوله، ولا كان هذا أبدا. فخرج بعض الناس يترقبون وصوله حاملين له رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بقرب الفرج والمخرج بإذن الله. لكنني أرغب في رؤيته. يا رسول الله، هؤلاء بعض شباب قريش أتوا يهاجموننا متسللين من خلف كبارهم وأهليهم، فأسرناهم وأتينا بهم إليك لتحكم فيهم ما تشاء. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفك قيدهم ويطلق سراحهم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلو من تعاليمه النبوية لنا، فها هو يطلق سراح أعدائه ثانية، وقد كانوا مهاجمين له ولأصحابه. وعلى الرغم من تأزم الموقف وتوتر الأوضاع بين مشركي قريش وبين رسول الله، إلا أن النبي لم يكن يريد إلا السلام وحقن الدماء، يريد أن يدخل البيت الحرام في أمان وسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله يا أخي، كم أود رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع يا خالد، لن نبقى هنا، لنذهب إلى رسول الله ونعلن إسلامنا. لقد تأخر عثمان كثيرا عند قريش، والله لا أستبعد أن يقتله شاب متهور من شباب قريش. يقتله؟ وانتشرت شائعة مقتل عثمان على يد القريشيين، حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا. لقد جاء إلينا العديد من الرسل المشركين، ولم نقتل أو نؤذي أحداً حتى من تطاول وتكبر، وهم يقتلون رسولاً لرسول الله. يطلب رسول الله البيعة من الصحابة للرد على ما فعلته قريش
بقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الرسول البيعة في قتال المشركين، فلبى المسلمون النداء وتتابعوا واحدا تلو الآخر على بيعة النبي، حتى إن منهم من بايعه 3 مرات مثل سلمة بن الأكوع، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخرون إذا طلب منهم الجهاد، حتى وإن كانوا بلا سلاح فهم معتمرون وليس لديهم ما يمكنهم من دخول حرب أو معركة، لكنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون خوف أو تردد، وكانت البيعة عند شجرة سميت بالرضوان. وقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. عثمان حي، لقد عاد عثمان سالما معافا، لقد عاد عثمان سالما معافا. ويؤكد عثمان أن قريشا لا تريد القتال، وأنه شعر بخوفهم من اتخاذ هذه الخطوة تجاه رسول الله والمسلمين. لما بلغ قريشا أمر بيعة الرضوان وأدرك زعماؤها أن المسلمين يمكنهم أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله، أوفد المشركون سهيل بن عمرو وجمعا من المشركين لمفاوضة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولما رآه رسول الله استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح. يسأل رسول الله: ماذا عندك يا سهيل؟ يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك يا سهيل، ما هو الصلح الذي تطلبون؟ أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد. ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية.
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بشروط قريش لأنه أراد الصلح والهداية ونشر دعوة الإسلام، وأمر علي بن أبي طالب بكتابة بنود المعاهدة، وبدأ رسول الله يملي عليه الكتاب ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. هو الرحمن ولا نكتب غير الرحمن. لكن رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: اكتب باسمك اللهم. فيكتب علي، ثم يملي رسول الله: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فكتبها علي: يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك. فرفض علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة رسول الله، وقال: والله لا أمحوها. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب: محمد بن عبد الله. وأثناء كتابة العقد جاء رجل مقيدا هو أبو جندل. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا،